ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده. ماتش الاهلي مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح كاس العالم للانديه، يمكن ده واحد من ابرز الاحداث الرياضيه اللي ممكن تحصل النهارده. خلينا نتابع التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيبدأ صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وبيتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، وهيستمر الدعم الاستثنائي لحد 30 يونيو 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة هتستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات فبراير، وتم تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف وتيسير كافة الإجراءات وتذليل أي عقبات بتواجه أصحاب المعاشات. كمان هتستمر الهيئة في صرف معاشات يناير لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة. النهاردة هيلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في المغرب.